الأخ خالد خطه خط المبتدئ جدا، وكدت أعرض عن الرسالة لرداءة خطها، إلا أنني استطعت أن أقرأ عبارة يقول فيها: إنني كل يوم أقوم بعبادة الله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قول السائل عبادة الله ورسوله خطأ كبير، ولكن لعله سبق لسان الذي يريد أن يقول أطيعوا الله ورسوله. الله تعالى يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الطاعة تكون لله وللرسول، أما العبادة فإنها لا تكون إلا لله عز وجل. فالواجب عليه أن يقول: أعبد الله وحده لا شريك له، لأن العبادة خاصة بالله لا يشاركه فيها أحد، لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الأولياء والصالحين ولا من غيره. عبادة حق لله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه عبارة سيئة، يجب على السائل أن لا يكررها مرة أخرى. جزاكم الله خيرا.